بحضور القنصل الكوري لدى المملكة العربية السعودية وأمين عام الغرفة التجارية والصناعية بجدة، LG تدشن أكاديمية متخصصة لتدريب السعوديات بتقنية المعلومات. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من مسؤولية LG إلكترونيكس الاجتماعية وإسهاماً منها في بناء المجتمع، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إعداد المرأة السعودية في مجال الكمبيوتر وتقنية المعلومات وتنمية مهاراتها، وذلك لمواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل. أول شيء نحن نتقدم بالشكر للقناعة على التغطية، وإن الشيء الثاني بنتقدم الشكر أيضا لشركة LG على افتتاح أكاديمية للتقنية. وأعتقد هذه يعني من الآن المسؤولية اللي تخص الشركات تجاه المجتمع، إنه اليوم LG كشركة عريقة اليوم بتوفر أكاديمية لتأهيل الفتيات للعمل في مجال تقنية المعلومات. ونحن كغرف تجارية طبعا تهتم بهذه النوعية من المبادرات، لأن أعتقد أن هي تصب في المقام الأول بخدمة المجتمع ككل وخدمة قطاع الأعمال بتوفير كوادر متخصصة. طبعا المجال مفتوح لأي شركة من الشركات حابة أنها تشارك في هذه النوعية من المبادرات. أنا أعتقد نحن السوق يستوعب، ونحن نرحب بكل المبادرات الحقيقة اللي من هذا النوع، اللي أكيد في النهاية حنضيف قيمة مضافة لمجتمع الأعمال. سمكول الحمد لله يمكن غرفة جدة من الغرف المبادرة في توظيف المرأة، في وجود أيضا المرأة في مجلس إدارة الغرفة، والحمد لله يعني المرأة السعودية أثبتت علو كعبها وهمتها العالية طبعا وأدائها المتميز في ظل البيئة الاجتماعية للمملكة والخصوصية اللي احنا نعتز بها كثيرا. والحمد لله يعني نحن متوقعين منهم شيء كثير في انها تساهم في بناء هذا البلد ان شاء الله. شكرا لك جزيل الشكر. شكرا بارك الله، تسلمي. واستمرارا لسياسة LG إلكترونيكس في دعم المرأة السعودية، قررت الشركة أن يكون هذا البرنامج مجاناً بدون أي مقابل أو مصروفات، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الفتيات السعوديات للالتحاق بالأكاديمية والاستفادة من خدماتها. You know, LG Electronics, we supplied all kinds of the IT product globally. And also the, in Saudi Arabia, our new market share is almost 10% as number 5. And also now newly we developed network monitor system, which is very suitable for the classroom. That's why I think that this is very good chance for LG to support and supply the good product to Saudi Arabian market. لعل الجدير بالذكر أن شركة LG إلكترونيكس تسعى للمساهمة بفعالية كبيرة من أجل دعم كافة فئات المجتمع السعودي والنهوض بأفراده، خصوصاً المرأة. طبعاً يعني ما في شك المرأة محتاجة لأنها تتعلم الطبخ، لأنه زي ما الكل شايف وحاسس وبيعاني من موضوع المشاكل المتعلقة بالتغذية. يعني ما في بيت الآن يخلو من أحد مصاب فيه بمرض مزمن، سواء كان ضغط، سكر، كوليسترول، سمنة. وللأسف أنه هذا الوباء بدأ ينتشر حتى لأطفالنا الصغار. الإحصائيات بتقول أنه نسبة مرض السكر ارتفع جدا في الأطفال. طبعا هذا كله ما له غير واحد سبب، سوء التغذية. سوء التغذية لما نقول سوء تغذية ما يعني لا نقصد فقط أنه مثلا أطفال ما بيأكلوا أو مجاعة أو نقص في عناصر غذائية. سوء التغذية كمان يتضمن أنه هم بيتناول كميات من الأكل هم ما هم في حاجة لها، بالإضافة طبعا للمواد الحافظة والمصنعة والمواد المكررة زي اللي احنا بنلاحظها موجودة في المطاعم السريعة اللي للأسف أغلب البيوت الآن مركزة عليها. توجه النساء أو المرأة السعودية في للانتساب لهذه الأكاديمية، هل هو انتساب أو توجه قوي؟ الحقيقة الحمد لله احنا يعني انا بشوف في اعداد كبيرة من السيدات يهمهم جدا انه هم يحضروا معنا في الأكاديمية ويتعلموا صنع الوجبات بطرق صحية واستبدال عاداتهم الغذائية السيئة بعادات غذائية صحية. طبعا بالإضافة لأنه هم بيقدموا الوجبات هذه إحنا بندربهم على أنه هم يقدموها بطريقة جدا لذيذة وغنية وشهية، يعني بنفس الطعم اللي هم بيشتروه من برا لا إحنا بنسويه هنا وبنعلمهم كيف يسووه
وكمان بطريقة صحية، بيستخدموا دهون أقل، بيستخدموا مواد طبيعية، كمان بنوريهم كيف يختاروا الأغذية، يعني مثلا كيف يختاروا الأغذية الطازجة، كيف يختاروا لحومهم، كيف يختاروا المواد الغذائية اللي فعلا هم محتاجين لها، ليس فقط الأكل من أجل الإشباع. وذلك من خلال برامج LG المتعددة للمسؤولية الاجتماعية، حيث تقدم أكاديمية LG للطهي فرصاً قيمة للمرأة السعودية لتعلم مختلف فنون وأساليب الطهي والتغذية والصحة، كما أن هدف أكاديمية LG لتقنية المعلومات يقوم أيضاً على الأرضية نفسها التي ستوفر للمرأة السعودية تعليماً متطوراً في مجال تقنية المعلومات. هي فعليا تهم المرأة أكثر، يعني الرجل بيدرس الـIT في كل مجالاته وفي مراكز تدريب كثيرة. بالنسبة للمرأة هذا المجال مهم جدا لأسباب كثيرة. أولا يعني مجال الـIT أصبح مهم في استخدامات الحياة اليومية. الشيء الثاني، المرأة أصبحت تعتمد على الإنترنت والتقنية بشكل كبير في حياتها اليومية، في البيت، في الطبخ، في تربية الأبناء، في مساعدتهم في المذاكرة. فأصبحت عملية استخدام التقنية والإنترنت والفيسبوك وسائل الاتصال الاجتماعية أصبحت مهمة جدا للمرأة، فبالتالي تعليم المرأة على استخدام التقنية في الوقت هذا مهم جدا أعتبره. جميل جدا، وسهلت أيضا يعني هذه التقنية سهلت للمرأة كثير من الأمور. صحيح، يعني في القريب العاجل راح نجد معظم الأجهزة اللي بتوصل للبيت، سواء كان فرن أو كان ثلاجة، تستخدم التقنية بشكل كبير. يعني الآن في الدول الغربية موجودة الثلاجات مشبوكة بالإنترنت، هي بتعرف لوحدها المواد اللي بتنتهي واللي بتخلص من داخل الثلاجة، بتطلبها عن طريق الإيكوميرس أو عن طريق التجارة الإلكترونية، بتوصل الشغلات مباشرة. هذه التقنية راح توصل حبة حبة للدول العربية، فبالتالي إن سيدة المنزل تكون تعرف استخدام التقنية وكيف تستفيد منها راح تساعدها كثير في حياتها اليومية، سواء في البيت أو في حياتها العملية.
أهلا بك يا عزيزي، أهلا بك، مرحبا، منورين الحقيقة. وتقنية المعلومات ولا شك أنه بقناة الدانا وجودها هنا بجدة وتغطية هذه الأحداث بجدة شيء رائع. والحقيقة قناة الدانا منتشرة انتشار واسع وأنا سعيدة بها، وخاصة بوجهك ما شاء الله تبارك الله، شكرا بحضورك. وتقنية المعلومات لا شك أنها مهمة، والغرفة دائما بتهتم بكل شؤون المرأة، وخاصة دخول التقنية وتقنية المعلومات للمرأة بالنسبة للمرأة مرة شيء مهم ومرة شيء ضروري، وأصبح إحنا أصبحنا ما نستغنى عن تقنية بشكل عام وتقنية المعلومات بشكل خاص. وهذا مرحلة حلوة كتير إنها تدخل فيها المرأة، والجي راعي لهذا الموضوع، والغرفة التجارية ومركز السيدة خديجة بنت خويلد. الحقيقة مثل هذه الأحداث بتعمل نوع من الانتعاشة، وتعمل نوع من الحضور، وتعمل نوع من الرفرش والحيوية للأحداث الراهنة داخل جدة، وبتعيد لجدة لا شك رونقها، خاصة جدة بعد الأحداث اللي حصلت فيها، فلا شك أنه بتعيد للعروس رونقها بشكل آخر. ووجودكم وقناة الدانا بيعيد لجدة دائما رونقها بشكل خاص. شكرا لك يا أستاذة منى. نعم، أشكركم أعزائنا المشاهدين. نختتم هنا المؤتمر الجي إلكترونيكس في مدينة جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم.